إذا ينضم لنا عبر سكايب السيد خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية. أستاذ خليل صباح الخير، أهلا بك معنا. صباح النور، أهلا وسهلا بك. تحياتي إليك. وبالبداية أنا بقول لك دائما أنه إحنا بنعرف هذه المعلومات الخطيرة وما يطبخ داخل أروقة الاحتلال من خلال حضرتك وجمعية الدراسات، لأنه لا يوجد مصادر أخرى تنشر عن ما يجري من قرارات بقوانين خطيرة حقيقة، فهذا جهد يشكر لكم في الجمعية ولك شخصيا أيضا أستاذ خليل. وهون أنت نبهتني لنقطة مهمة، هو أيضا قانون شرعنة الاستيطان أو ما يسميه الاحتلال بقانون يهودا والسامرة، هو مشروع قانون طبعا شرعنة البؤر الاستيطانية، واضح أنه سيعرض على الكنيسة مرة أخرى، لكن لنتحدث أكثر عن ما هو هذا مشروع القانون إذا سمحت. أولا هذا يسمى قانون الطوارئ للضفة الغربية أو سيقدم إلى الكنيسة طبعا في هذه الفترة في نهاية الشهر هذا سيكون هذا القانون. هذا القانون هو يشرعن الاستيطان، لأنه حسب القوانين الدولية يعتبر الاستيطان غير شرعي، نقل السكان هو جريمة حرب، هذا بالقوانين الدولية، لكن بالقوانين الإسرائيلية نريد أن نشرعن هذه القوانين بحيث أن المستوطن الذي يسكن في داخل الضفة الغربية يشعر نفسه بأنه في داخل الدولة العبرية. يعني أي إسرائيلي ينتقل من تل أبيب إلى داخل الضفة، إلى منطقة نابلس أو جنين أو رام الله أو أي منطقة، يشعر نفسه بكل الإمكانيات وبكل كأنه يعيش داخل الدولة العبرية، سواء كان بالقانون المدني أو بالامتيازات. بمعنى بالنسبة للإسرائيلي إذا سكن في نيويورك أو أي دولة أجنبية يفقد حق التأمين الوطني وحق التأمين الصحي، لكن إذا سكن في داخل الضفة الغربية ضمن هذا القانون يعتبر كأنه سكن في داخل الدولة العبرية، يعني التأمين الوطني والتأمين الصحي له. أيضا في هذا القانون أنك إذا التراخيص المحاماة بتراخيص كل ما يتعلق بقضايا الترخيص، الضريبة، السجل السكاني، كل ما يتعلق بهذا الأمور هي تتبع كأنك تعيش في داخل الدولة العبرية. الشيء الأخطر من هذا وذاك بأن أي إنسان يرتكب جريمة جنائية مستوطن في داخل الضفة الغربية لا يعتقل في داخل الضفة الغربية، بل يحاكم في المحاكم الإسرائيلية المدنية ويعتقل في إسرائيل. نعم. على هذا الأساس، بينما إذا الفلسطيني موجود في داخل الضفة الغربية هذا القانون لا يسري عليه، بل يسري عليه الأوامر والتشريعات الإسرائيلية التي يقودها الحاكم العسكري في بيت إيل. على هذا الأساس قضية أن هذه المستوطنات الإسرائيلية ستعتبر في داخل الدولة، في داخل الضفة الغربية، هي جزء من الدولة العبرية، يعني كأنك ضميت هذه الجزء كأنها تصبح من مدينة ضيافة أو مدينة حيفا، هي هذه أو المستوطنات هي جزء من هذه الدولة، وبالتالي يسري عليها جميع القوانين المدنية الإسرائيلية. في حالة لم يكون هنالك قانون، إذا عمل مستوطن إسرائيلي لاحظي جريمة جنائية في يافا وهرب إلى الضفة الغربية، لا يستطيع الشرطي الإسرائيلي أن يذهب إلى داخل الضفة الغربية لاعتقاله. بينما هذا القانون يسمح لهذا الشرطي أن يدخل إلى داخل الضفة الغربية وأيضا في نفس الوقت يعتقل هذا المستوطن. إذا اعتدى إسرائيلي على فلسطيني سيحاكم أدام المحاكم المدنية الإسرائيلية، وهنا تعرفين ماذا يعني الحكم المدني الإسرائيلي بالنسبة للفلسطين. نعم. طيب هذا سيلغي دور ما تسمى بالإدارة المدنية إذن في الضفة، هكذا تفهم؟ لا، هنالك دولتين في داخل الضفة الغربية. دولة المستوطنات لها القانون المدني الإسرائيلي. نعم. لها قانون المدني الإسرائيلي الذي يسري في داخل الدولة العبرية، وهنالك قانون التشريعات والأوامر العسكرية الإسرائيلية. يعني أي إنسان فلسطيني عمل عملا خاص يحاكم أمام المحاكم الإسرائيلية العسكرية،
بينما الإسرائيلي أمام المحاكم المدنية الإسرائيلية حسب القانون الإسرائيلي وليس حسب التشريعات والأوامر العسكرية الإسرائيلية، بمعنى لأنك تعيش في دولة لها قانونان، قانون يسري على الأجنبي وقانون يسري على المواطن. اليوم المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية يسري عليه القانون والتشريعات والأوامر العسكرية الإسرائيلية، بينما الإسرائيلي يسري عليه الأوامر والأوامر المدنية الإسرائيلية. يعني في حالة أن هذا القانون هو يسهل كثيرا بالنسبة لعملية الاستيطان في داخل الضفة الغربية، بحيث أن أي مستوطن إسرائيلي بقانون الضرائب بقانون التراخيص، يعني بمعنى أنني إذا حصلت على رخصة محاماة من جامعة إسرائيل معترف بها بداخل الدولة العبرية، لكن إذا أخذت رخصة من دولة أخرى هنالك عملية الاعتراف بهذه التراخيص، لكن بكلمك هنا أخذت هذه الجامعة كأنها بداخل الدولة العبرية. على هذا الأساس هذا القانون يساعد على عملية الاستيطان وفي نفس الوقت الممارسات المستوطنين ضد الفلسطينيين. يعني إذا اعتدى إسرائيلي كما يحدث الآن في منطقة نابلس على فلسطينيين، من الذي يحقق في هذا الأمر؟ عندما يأتي الأمر العسكري لا يفعلون شيء الجيش، وأيضا الحكم المدني لا يفعل شيء، يعني لا يعتقلون الجناة الإسرائيلية. طيب يعني هذا كله هو قضية ضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية التي كان يتم الحديث عنها خلال السنوات الماضية والتحذير منها، أو ما يسمى بصفقة القرن. يعني شو ضل في هذا الموضوع في حال تطبق؟ طبعاً هي الضم التدريجي، يعني خطوة خطوة تدريجي لكن دون الإعلام. يعني ما يعلن الآن أنه في أعضاء الكنيسة سيصوتون الأسبوع القادم، يعني حتى قضية العلم كما تعرفين اليوم قضية العرب العلم مشكلة تجليم. إذن هنا يأتي قضية خاصة في داخل الضفة الغربية، هنالك أكثر من 800 ألف مستوطن في داخل الضفة الغربية والقدس. هؤلاء كأنهم يشعرون أنفسهم يعيشون في الدولة وليس في دولة محتلة بعد عام 1967، يسري عليها القوانين الدولية، يجري عليها وثيقة جنيف الرابعة إلى غير ذلك، بل بالعكس تماما. أنا عندما أنا كمستوطن إسرائيلي أسكن في منطقة نابلس أو رام الله أو أي منطقة محيطة فيها، كأنني أسكن بداخل الدولة العربية. كل الضرائب ذات أفضلية قومية، أيضا إعطائي امتيازات كبيرة جدا في داخل الضفة الغربية، القانون الإسرائيلي الذي يحميني، قانون إسرائيلي يحميني وليس الأوامر العسكرية التي تحميني. طيب فبالتالي أستاذ خليل، هل تستطيع دولة الاحتلال أن تشرعن الاستيطان من خلال هذا القانون رغم أنه مخالف للقوانين الدولية؟ يعني قانونيا أنا أتحدث هنا، هل تستطيع ذلك؟ هلا احنا قانونا هذا قانون حكيت لك هي نقل الجريمة، الاستوطانات غير شرعية، هذا هنا قانون دولي. لكن اليوم فرض الأمر الواقع على الأرض في بنفس الوقت أيضا إعطائك كل الامتيازات. يعني أنت تذكرين أبعاش إذا كنت تذكرون في قضية الفهود السود قبل ما يأتي بيجن في الـ 74-75، في 77 عندما جاء بيجن الفهود السود كان لديهم مشكلة اجتماعية. أين حلوا هذه المشكلة؟ حلوها بداخل المستوطنات في داخل الضفة الغربية. حقق الحلم الإسرائيلي وحل المشكلة الاجتماعية. اليوم المستوطنات إذا أردت أن تشتري بيتا في تل أبيب أو أي منطقة من نصف مليون مليون دولار إلى آخره، بينما بالضفة الغربية بكل الامتيازات لا يصل إلى 30-40 ألف دولار للشقة الواحدة. الامتيازات مقدمة لك، تفضل اذهب إلى داخل الضفة الغربية، أنت تحت الحكم المدني الإسرائيلي، تستطيع أن تدخل وتخرج دون أي مشكلة، لأنه إذا لم يكن هذا القانون أو الشرعنة تعتبر أنت تسكن في دولة أجنبية تحتاج إلى تأثير دخول إلى إسرائيل. في نفس الوقت أيضا التراخيص التي تحملها، رخصة العمل، رخصة الشهادة التي تحملها تحتاج إلى اعتراف من الدولة التي تعمل بها. أنت تحمل رخصة محاماة ومختصة،
موجود أنت في داخل الدولة العبرية لكن تعترف مباشرة في هذه الرخصة دون أن تحتاج لأنك أنت أخذتها من الدولة العبرية. هذه يعني الإشكالية الآن يجب أن يعرف كل إنسان ما هو موجود في جنوب أفريقيا بين السود والبيض. اليوم موجود هو في داخل بين الضفة الغربية والإسرائيليين. بين السود كان لديهم قانون، بين البيض لديهم قانون، نحن الآن لدينا قانونان، القانون العسكري والقانون الإسرائيلي، بمعنى دولتين في دولة واحدة. تمام. أستاذ خليل، في هناك من يعارض يعني داخل الحكومة الإسرائيلية وتحديدا اليمين يعني هذا القانون، هل هذه المعارضة، وطبعا المعارضة ليست من أجل يعني المعارضة من أجل المناكفة ونحن نعلم ذلك، لكن هل هذه المعارضة ممكن أن تؤخر عرض القانون أو تلغي عرض القانون على الكنيسة؟ جدعون ساقر هو اللي مقدمها، جدعون ساقر مهددهم بالحرف الواحد. إذا لم توقف على هذا القانون سأذهب إلى الليكود، وهذا ما حدث بالأمس إذا قرأتي، وأذهب وسيأتي نتنياهو إليكم بدون انتخابات. يعني الحكومة الموجودة اليوم هو ائتلاف مهلهل، لكن كله أنا أعتقد أنه سيتم المصادقة على هذا المشروع. لكن القائمة الموحدة، هل ستؤيد القائمة الموحدة هذا؟ هنا طرحين كمان، أنا لا أريد أن أدخل في هذا. القائمة الموحدة طرحوا عليها أيضا رشاوي تعيين 33 إمام جامع وغير ذلك. صحيح. يعني أنا هون لا أريد أن أدخل بهذا التفصيل. أنا في رشاوي فتات وسميت بالفتات. نعم صحيح، تفضل أستاذ خليل. أنا بالنسبة لا، هذا هو ما هو موجود حاليا، هو الصراع بين الأحزاب الإسرائيلية. الأحزاب الإسرائيلية الآن هي تستطيع أن تقول إن أنا من أجل أن أصادق على هذا المشروع أريد من الكعكة شيئا هنا أو هناك، ما يحدث من المشترك. طيب، الكنيسة بالقراءة التمهيدية صادق على مشروع أيضا بالأمس أنت تحدثت بإيجاز عنه، اللي هو قانون يمنع رفع العلم الفلسطيني. لكن هذا القانون يعني الناس بتعتقد أنه فقط منع رفعه داخل الجامعات الإسرائيلية مثلا، هذا له أبعاد القانون، ممكن تحدثنا عن أبعاده إذا سمحت؟ يعني هل اليوم كما تعرفين في قضية الصحفية شيرين وفي قضية شريف وكل هذا منعوا العلم الفلسطيني. هو بالنسبة للقانون الإسرائيلي، انتبهي لهذا القانون، إسرائيل عمرها ما لغت قانون. هي تجمع القانون بالاتفاق الفلسطيني في اتفاقية أوسلو، اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بالدولة العبرية بكل حقها وإسرائيل اعترفت، بمعنى الاعتراف بالعلم اعترافه بالمنظمة إلى غير ذلك. لكن القانون الإسرائيلي في داخلها لم تلغي قانون أن منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية وأن العلم الفلسطيني علم المخربين والإرهابيين. بالتالي اليوم الجانب الإسرائيلي أعاد مرة أخرى إلى هذا القانون، وهو أن هذا العلم هو علم المخربين أو علم دولة أخرى. يعني سيعتبر أن علم منظمة التحرير التي وقعت على أوسلو جريمة، هكذا تفهم؟ جريمة طبعا. حتى الصندوق القومي الفلسطيني هو صندوق إرهابي. اليوم عندما تذهبين من منطقة لمنطقة تشاهدين إشارة حمراء أنك تدخل منطقة فلسطينية، وأي إسرائيلي يدخل هذه المنطقة يعتبر جريمة، لكن تدخلين. لكن هذا القانون هو قانون موجود مجمد حاليا، لكن يستطيع تفعيله بأي شيء في أي وقت كان. يعني الجانب الإسرائيلي عمره في حياته ما لغى قانون. صحيح. قانون الطوارئ بال 43 بالزنفادة ما زال موجود اليوم تستخدمه. إذن الجانب الإسرائيلي يستخدم هذه القوانين متى شاء في أي لحظة شاء، وبالتالي العلم بالنسبة لهم يعتبر علم إرهابي حسب القانون الإسرائيلي، لم يلغى بل جمد في فترة ما. يعني معلش على هذا المثال أستاذ خليل، إذا صار أي مفاوضات مستقبلية، طبعا هذا المحتل لا يريد أي مفاوضات، لكن إحنا عندنا يعني هناك تعويل كبير على مفاوضات مثلا، وصار في لقاء لن يرفع العلم الفلسطيني في هذا اللقاء أو في أي لقاء رسمي آخر، حتى مثلا الأعلام الصغيرة التي ترفع على سيارات الزوار الفلسطينيين في أي مكان للقاء، يعني هل هذا القانون سيمنع ذلك؟ لا، هذا مش القانون، بجمد هذا القانون لفترة معينة كقانون حارس أملاك الغائبين، كأي قانون مجمد لكن يفعل في أي لحظة. من قرار من جمد وقرار سياسي لمدة شهر شهرين ثلاثة ثم نعيد، لكن إلغاءه بشكل موجود على الإطلاق في السياسة الإسرائيلية ولا في الأحزاب ولا في القوانين الإسرائيلية.
نعم، شكرا لك على هذه التوضيحات، وشكرا لك على هذه المعلومات أيضا السيد خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس، تحياتي لك. شكرا. شكرا لكم.